وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا محمود سلامة الباحث بمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذ محمود تحية لحضرتك. يعني هذا التصويت أخيرا تصويت على قرار بوقف إطلاق النار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماذا يعني هذا القرار رغم عدم إلزامية هذا القرار يعني على المستوى الدولي؟ اهلا بحضرتك. في البدايه يعني خليني ارجع لمشهد سابق مع بدايه التصعيد بيتمثل في قرار اخر للجمعيه العامه للامم المتحده حظي بموافقه عدد كبير من الدول، ايضا بيوجب او بيلزم قوات الاحتلال بوقف اطلاق النار في الاراضي المحتله وادخال المساعدات، وكان هناك خلاف حول آليات إدخال المساعدات قبل أن تنجح مصر في الوساطة وإلى جانب الولايات المتحدة يعني الدخول في الهدنة الأولى وإدخال المساعدات مع عملية تبادل الأسرى أو المحتجزين. أيضا المشهد السابق كان في قرار بيلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار، ولكن لم تستجيب إسرائيل. عندنا أكثر من تجربة أخرى في مجلس الأمن، أكثر من قرار، ولكن دائما وأبدا نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الفيتو الأمريكي. في القرار الأول الذي كان يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، 12 دولة من أصل 15 وافقت على مشروع القرار، ولكن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو ضد القرار لتستمر قوات الاحتلال في ارتكاب المجازر والإصرار على تنفيذ سيناريو التهجير بحجة الدفاع عن النفس أو القضاء على حماس، وأن ما حدث في 7 أكتوبر يبرر كل الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال. نفس المشهد الآن، جلسة في مجلس الأمن، مشروع قرار يوافق عليه 13 دولة وتمتنع بريطانيا عن التصويت، وتستخدم أيضا الولايات المتحدة حق الفيتو لرفض القرار، فيتبعه جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة ويخرج قرار بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات. الجلسات في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو قراراتها غير ملزمة بالفعل زي ما حضرتك قلتي، ولكن يعني كل اللي بنشهده حاليا زيادة في أعداد الدول التي تقف في وجه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، مزيد من العزلة للاحتلال وحكومته، مزيد من العزلة أيضا للولايات المتحدة في هذه القضية أمام دول العالم. بنشهد تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن يقول فيها أن إسرائيل قد لا تحظى بمزيد من الدعم من دول العالم، هي بالفعل لا تحظى بأي دعم من دول العالم، ولكن تحظى بدعم أمريكي لولا استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق الفيتو وإصرارها على إدخال التعديلات على مشروعات القرارات المقدمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بحجة إدانة حماس. كل ما يشغل الولايات المتحدة الأمريكية هو إدانة حماس والقضاء عليها وتشبيهها بتنظيم داعش أو القاعدة. لولا الدعم الأمريكي المقدم إلى إسرائيل وحكومة الاحتلال لما وصلنا إلى هذا الحد من الجرائم ضد الفلسطينيين. نشهد يعني معي أستاذ محمود، نتحدث الآن عن هذا القرار الذي تم التصويت عليه، وقامت مصر بدور يعني كبير لتقود المجموعة العربية، 21 دولة عربية موجودة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقود مصر المجموعة من أجل الوصول في النهاية إلى هذا القرار. برأيك يعني ما مدى إمكانية تنفيذ هذا القرار، وكيف ترى يعني الدور المصري في هذا الاتجاه؟ يعني المشروع القرار الحالي تم تقديمه من قبل مصر وموريتانيا أعتقد، وحظي بدعم المجموعة العربية بالكامل. مصر ترأس المجموعة العربية حاليا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. كلمة السفير المصري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت كلمة قوية للغاية، يدعى فيها الجميع أو كل الدول لعدم إدخال أي تعديلات على مشروع القرار، وبالفعل تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بتعديل، وتقدمت أيضا النمسا بتعديل، ولكن تم رفض التعديلين، لم يحظي بأي تأييد أو العدد الكافي لإدخال هذه التعديلات على مشروع القرار، وبالتالي استجابت 153 دولة لمشروع القرار وتم إقراره بالفعل.
الخطوات القادمه يعني الخارجيه المصريه تكون بجولات مكوكيه. وزير الخارجيه المصري السيد سامح شكري متواجد دائما في كل المحافل الدوليه والزيارات الخارجيه لعدد من الدول لتوضيح الصوره والوصول ب يعني المفاوضات لوقف فوري لاطلاق النار لتنفيذ او فرض الرؤيه المصريه على المشهد العالمي. شهدنا مفاوضات مستمره مع الجانب الامريكي خلال الاسبوع الماضي. استاذ محمود معلش يعني هو سؤال مهم ايضا دلوقتي، وزير الخارجيه الاسرائيلي له تصريح انه اسرائيل ماضيه في الحرب سواء بدعم من المجتمع الدولي او بدون دعم المجتمع الدولي، يعني كيف ترى هذا التصريح مع وجود قرارات يعني صادره من الجمعيه العامه للامم المتحده؟ يعني هو تحدي سافر للقرارات الدوليه وتحدي للقانون الانساني الدولي، يضع اسرائيل في عزله تامه عن سواء كان دول المنطقه او باقي دول العالم ال 153 التي صوتت لصالح مشروع القرار. اعتقد انه مثل هذه التصريحات ما هي الا يعني لحفظ ماء الوجه امام الداخل الاسرائيلي الذي يشتعل ايضا بسبب فشل حكومة نتنياهو في إدارة المشهد. صحيح. أعتقد أنه بيمنح حكومته فرصة أطول يعني فرصة أكبر لإطالة أمد الصراع لتحقيق أي مكاسب تذكر خلال الفترة وصلت وجهة النظر. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ محمود سلامة الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.